اعتمرت في رمضان ولكني طفت وأنا على غير طهارة. نعم. يقول اعتمرت في رمضان ولكنني طفت وأنا على غير طهارة، فقد انتقض وضوئي بعد الإحرام ونسيت ولم أذكر إلا بعد البدء في السعي، فماذا علي؟ ما زلت محرما، ما زلت محرما، فعليك أنك ترجع تطوف وتسعى وتقصر، تعيد عليك ملابس الإحرام، لأنك الآن محرم، تعيد ملابس الإحرام، تبادر بذلك وتذهب إلى مكة وتؤدي العمرة، لأنك طفت وأنت على غير طهارة. من شروط صحة الطواف طهارة. نعم.